بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مقابلة كانت فرحت لثلاثة النقاط أولا، وثانيا فرحت للشبان اللي كاينين صغار اللي قاتلوا حتى الأخير آخر صفارة الحكام. مباراة كانت ما نقولش جيدة، كانت احتياطات، وفعلا بهذه الاحتياطات لاعبين الفتح الرياضي الناظور قاموا بتغطية المقابلة على حقها وطريقها وفازوا بجوج لصفر. هذا الشيء مهم للفتح، لانه اش غادي نقول لكم على الفتح؟ الفتح هو المشكل ديالها هو دائما هو نمشيو للملعب. الملعب حقيقة ما صالح لناش، ولكن دابا كدير المجهود، كنديروا المجهود كاملين سواء اللعابه سواء المسيرين. عندنا مسيرين اكفاء تبارك الله عليهم، وكما كانوش هاد المسيرين اكفاء لكن غادي تكون كارثه تحققت كره القدم وفي الرياضه عامه في الاقليم. ونتمنى والله دائما ما نقول النداء راه كلشي باين، لانه دابا الاكثريه ديال الجمهور الناظوري كيطالب ملعب، ما نقولوش مركب رياضي لانه مش ممكن، ولكن نطلبوا الله ونطلبوا المسؤولين ماشي بالناظور ولكن المسؤولين في الحكومه المقبله ان شاء الله تثير الانتباه لهذه المدينه، يكون واحد الملعب في حجم المدينه وساكن في الناظور وجمهور رياضي عامه. ونشكركم كثيرا وتبارك الله عليكم.